اولا كنشكر الساده المستشارات والمستشارين ديال المجلس المقاطعه على الثقه اللي عطاوني وعطاو الحزب تجمع الوطن الاحرار. اليوم الانتخابات مرات في ظروف كما شفتوا شفافه وديمقراطيه. الحمد لله هذه واحد علاش نقول لكم هذا واحد الثقل كبير عليا كشخص وكذلك على التجمع الوطن الاحرار لانه كيحظى لهذ المره عاوتاني باش تولى الرئاسه ديال مجلس مقاطعه السلطان. ان شاء الله غادي يكونوا في المستوى. ما ننساش انني نشكر الفرقاء ديالنا حزب الاصاله والمعاصره في شخص الدكتور تويمي اللي كان عندنا واحد التحالف معهم في هذا الاقليم هذا وفي هذه العماله. نشكر كذلك رئيس مقاطعه الفداء الحضور ديالو كذلك. ان شاء الله غادي نخدموا ونشتغلوا كمجموعه وما غاديش تكون واحد التفرقه وغادي نحيدوا الشخصنه ونحيدوا الاحزاب. اليوم الهدف ديالنا هو اننا الساكنه ديال المرسلطان والساكنه ديال الفداء تكون عندها واحد منتخبين قويين والحمد لله عندنا تمثيليه قويه لا في الاقليم ولا في مجلس المدينه ولا في كما تنقولوا عند الاحزاب كعضو مكتب سياسي. وان شاء الله الخير غادي يكون قدام في هذه السنوات القادمه. حنا عندنا المشاريع اللي كاينه هي مشاريع كبيره والرئيس السابق السي زكريا بن كيران قام بواحد مجهود كبير واشتغل طيله السنوات مشكورا. بالمناسبه نبغي نشكر على العمل اللي دار وهو معنا في الحزب ومعنا في الجهه كذلك. ما نساوش الدور ديالو اللي لعبوا حتى في المقاطعه ولا حتى في الانتخابات اللي كانت. نتمنوا له حظ موفق في الانتخابات ديالو في الجهه لانه هو ممثل فداء مرسلطان. اليوم الفداء مرسلطان ممثله تقريبا ممثله كذلك في الغرفه الثانيه الشخص زكريا بن كيران. اذا حنا اليوم المنطقه التمثيليات فهي غير مهمشه عند جميع الاحزاب وخصوصا تجمع الوطن الاحرار. بالتالي كيبقى فقط على ان هذيك التمثيليات اللي كاينين عندنا خصها تستافد منهم المنطقه بمشاريع دي بروغرام بلون داكسيون اللي غتكون ونكونوا قراب للمواطنين والمواطنات.